اختنا ام محمد بتقول القولون ملتهب منذ اسبوع، رحت لدكاتره كتير وزهقت من الادويه وعايزه، وبدات تدخل اعزكم الله الحمام فتجد في الاخراج ما يشبه المخاط. بنقول هنا التشخيص يا ام محمد، هل المخاط ده حصل فيه التهاب، حصل فيه تقرحات في القولون؟ لابد من دكاتره القناه الهضميه يشخصوا لنا ايه الحاله. ولكن على كل، لو هنوصف حاجة من الصيدلية العشبية المنزلية اللي انت ممكن تاخديها، هتاخدي نصف معلقة، عندنا في كذا حاجة ممكن تفيدك، هتاخدي الشمر بعد كل وجبة ودي من الأشياء المهمة، ونص معلقة بذور القطونة. بذور القطونة لو رحنا للعطار نقول له عايزين بذور قطونة، هو ما يعرفش انها بتفيد الجهاز الهضمي، فأغلبه يقولوا ايه دي بياخدوها عشان البشرة بتنضر الوجه وكده، نقول لهم لا احنا عايزينها بس طرحناها في مشكلة الحقيقة، ممكن ننقعها في المية لمدة نص ساعة قبل الطحن، يعني ندلق المية منها ونضربها في الخلاط وناخدها على زبادي او على عصير، بفضل الله هتحسن الاخراج وبتبطن جدر القولون.